قصص الصحابة والتابعين. الصحابي الذي صارع الأسد وقتله. لقد ضرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة والإقدام في المعارك والحروب، ومن هؤلاء هذا الصحابي الذي كان مثالا للشجاعة والإقدام، وقد خاض العديد من المعارك والغزوات، وقد لقب بالمرقال لأنه كان يرقل في الحرب أي يسرع. وفي أحد المعارك قام بمصارعة أسد فقتله، فمن هو هذا الصحابي الذي صارع الأسد وقتله؟ وكيف ومتى وأين صارع الأسد وكيف قتله؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. هو الصحابي الجليل هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص الزهري القرشي. عمه هو سعد بن أبي وقاص، وأخوه لأمه هو مصعب بن عمير. أسلم هاشم بن عتبة يوم فتح مكة وحسن إسلامه وأصبح من المسلمين الصالحين المتقين. وقد تميز هاشم بالشجاعة، فقد كلا قصة مصارعته للأسد. ذكر الإمام الطبري والإمام ابن كثير هذه القصة لهذا الصحابي الجليل. ففي أحد المعارك مع الفرس تجمعت كتائب كسرى ملك الفرس، وأخذوا عهدا على أنفسهم ألا يزول ملك فارس ما عاشوا، وقد أحضروا معهم أسدا ضخما وشرسا لكي يرهبوا به المسلمين في المعركة، وكانوا قد دربوه على القتال ونهش الأعداء. وفي بداية المعركة أطلقوه على المسلمين فدب الرعب في الصفوف، وحينها تقدم هذا الصحابي وركض نحو الأسد في مشهد رهيب لا يمكن تصوره. كيف لرجل مهما بلغت قوته أن يركض ليواجه أسد؟ وعندما ارتفع الأسد ليهجم عليه، نزل هذا الصحابي البطل على رجليه وطعنه في رقبته، ثم سحب سيفه وطعنه عدة طعنات أخرى في مشهد رائع لبطل جسور لا يهاب الموت، وسقط الأسد صريعا على الأرض. تعجب أهل الفرس من هذا المشهد وهذا الرجل وهؤلاء المسلمين الذين يصارعون الأسود، ودب الخوف في قلوبهم، وكبر المسلمون تكبيرات زلزلت الأرض تحت أقدام الفرس، ودارت المعركة. وبعد نهايتها وانتصار المسلمين، ذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى هاشم بن عتبة وهو ابن أخيه، وقبل رأسه تكريما له ولبطولاته في هذه المعركة. فانحنى هاشم وقبل قدم عمه سعد بن أبي وقاص وهو يقول له: ما لمثلك أن يقبل رأسي. هذه هي قصة الصحابي الجليل الذي صارع الأسد وقتله. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.